هندسة المعلوماتية هي الحلم الذي سعى هذا الشاب لتحقيقه في سوريا ومطاردته هنا في الجامعة التركية قبل أن يصطدم بعوائق أجبرته على الوقوف في منتصف الطريق. تم قبولي بمنحة بعد تقديمي للأوراق الجامعية بمنحة استكمال الدراسة الجامعية. هاي المنحة كانت صادرة من مجلس وزارة التعليم. فهون الشاب هو بيكون طالب وبيكون يصرف معين للأسرة ولازم يصرف على أسرته ويصرف على نفسه. إذا يكونوا أهله بغير منطقة فهون لازم هو بمنطقة جامعته بيصرف على حاله وبيستأجر بيت. أول سنة ما كملت، ما درست، يعني إنه ما كان في سكن، ما كان في مصاريف. كانت آمال الكثير من الطلبة معقودة على المنح الجامعية، لكن هذه المنح في تركيا تغطي أقساط الجامعة فحسب. أما مصاريف الدراسة والمعيشة الأخرى فهي الهم الذي يثقل كاهل الطلاب حتى الأتراك منهم. فكيف هو الحال بالطلبة اللاجئين؟ دفع أجرة الجامعة فقط لا يكفي للطالب، لأن هناك مصاريف يومية، مثلا الحاجة إلى سكن وشراء الكتب، هذه مصاريف زيادة. لذلك مثلا نحن في جامعة ابن خلدون لو نقبل طالب ناجح متميز جدا بالمنحة، يعني لا نطلب منه أجرة الجامعة ونوفر له سكن، فأيضا طعام مثلا، هذه الأشياء، وحاسوب يعني كمبيوتر. لا يمكن إلقاء كامل اللوم على المؤسسات والتنظيمات، فالكثير من الطلبة السوريين حدى من خياراته بتقاعسه عن إجادة لغة البلد الذي يستضيفه، مما صعب عليه إكمال دراسته الجامعية. يريدون أن يستمروا التعليم باللغة العربية، هذا يعني هذا بالنسبة لهم سهل ولكن ليس مفيد، يعني يستمر منعزلا ومنزويا من المجتمع التركي. رغم كثرة العوائق لا يزال الكثير من الشباب السوري هنا متمسكا بحلم الحصول على الشهادة الجامعية، آملين بقرارات وقوانين تساعدهم على إنجاز مهمة باتت بالغة التعقيد والصعوبة. رغم التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها السوريون هنا مقارنة بدول الجوار الأخرى، إلا أن الطالب الجامعي السوري بالذات لا يزال يعاني من نقص بالمبادرات والقوانين التي تساعده على إتمام دراسته الجامعية. فيجد الطالب نفسه مكبلاً، مرة بالإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية، ومرات بالالتزامات المادية الباهظة. لأورينت نيوز، سارة ليلى، إسطنبول.